شو صلاح؟ هل بداخل البارحة الليايات البارحة فنانات صح؟ دخل بعد شوية بعدها تنسق صدي جاي الحين محمد زعلان منك جاب تعلي زعلان أول شيء تعلي زعلان ليه زعلان؟ انت يوم تنزل من السياره ولا بتركب فيها ترد بالباب لا سياره ما بسياره زين ليش تبي تكسر السياره ما كسر باب شو عيل انا روحي شايف انك مودي ترد بالباب رضى ما شي كبرها لا بابا لا حرام حبيبي حرام تعال شو بعد بصلح على عصر بالبل شفتك مش عملت فيا زي ما تعمل فيك امبارح صباح الخير سلام عليكم صباح الخير صباح الخير صباح هدي البوس صباح الخير يا ليلى سيدي ازيك يا محمد مرحبا عسى يكون نومك كان مريح جميله لو ما الله لو الله يفكني من شرك انا بخير الحين انا اقول لك عاوز ايه فطار تقول مش عاوز فطار ما واحد عايز ولا مش عايز هي لا يعني حيتخبر شو تبريوب شيء معين كنتاكي واقف على قلبك ايه ده السن الدهني ده بتاع خالي ها عمل لك كرش يا ها وين علي هذا يا علي ايه شو حلو شو صلاح كذا ابعد عنك يعني يقول لك انقلع انقلع ابعد عنك انقلع من الارض انقلع غور يا غور يعني كوكي بتاعك شو فرق جوه بتكوكي قلت لك نام خفيف ما طع حربين جوه يعني نزلتني انت قدام الفندق على الشارع على الحاره الثانيه انزين انا نزلت عديت الشارع انزين ما استرى شير 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 متتخطى الشير ايوه قدامك الفندق شجر ايه في سور حديد كبير صار كبير قافل الطريق اللي عند في سور كبير حديد انزين وخلاص قلت امشي بقى معاك كده الاقي فتحه للفندق انزين فضلت ماشي ماشي في التكسير والحفر ده لقيت نفسي في البحر بعدين وبعدين دورت على حته شجر مفتوحه صغيره كده رحت نطيت منها بقيت قدام فوق ايه الحمد لله هل تعتقد انت ها ابو عبد الرحمن انا اعتقد هل تعتقد اني انا ما اعرف يا نهار اسود انت عارف اكيد انت نسيت اني انا احب اعمل الواجب والاصول والحركات الهادفه الناتجه عن اضرار الاخرين علي؟ أنا كنت خايف العمال ولا الناس اللي قاعدة سهرانة في الشغل يكونوا فاكرين داخل أسرع حاجة. هي شكلك شكل سروق أصلاً. طبيعي واضح يعني. علي أيوة. كذا مسج الباحي يجيني مكتوب هذا عين لص. لص؟ لا يمكن فيها الرئة شوي. رئة اللص. لا. والله علي ما أمزح وياه. ما هو. أو إن عين سروق. لا ده عين الغزال. أنت. أيوه. هاي. المها. علي يلا لا ود الالف البه الحين صرت تريق ويلا بنطلع تروح انت البس هتيني صليت لبس يعني فطرت وكلها صليت تصلي ما صليت شو؟ لا ما انا كنت خايف اصلي عبد القادر يجي استناني تزعق لي قلت اخلص بقى اتوضى بس وانزل حتى ما استحميتش انت حين صبر ليش ما تسبح؟ علشان خايف تزعق لي علشان اتاخرت يا سلام انا بزعق لك عشان اتاخرت صعقتني يعني يا يني صدمتك انت صدمتني ايه الرئة دي والله اني مصدوم علي ايوه ليش ما تسبحت مفهور يعني ما امزح وياك ها ثلاث ايام ما استحميتش والله العظيم من ساعة ما جيت بظل عامي انت مش شامم اليوم ما نخلص شغل ابوي من الجوال ده ان شاء الله ارد عقك فندق وتدحك ادعك بظل عنك احيدك نظيف انا طبيعتي فيري كلين مان انت ثلاث ايام ما تسبح يس ما هو انت ديكتاتور مصر اشوفك دومك نظيف ايام الهدوم نظيفة انت في مصر دومك نظيف عشان بسحب راحتي بتحمم براحتي انما هنا لا الحين لا يشيل لك الدريب ويوديك فندق مره ثانيه تسبح وتنظف وتعال ده الكلام ده للسناب ولا الكلام ده حقيقي ولا ايه لا اكيد مش
الحين ما تعني بالدريب والمال ربك خير من اللي اشترى لا مربيك وعربك مش هيحصل الكلام ده شيء طبيعي ما بخلي الدريول يخسر بترول برضه كله ولا تبع الموعد وين وبيت الساعه 8:30 وانت مفروض نشم الفير تتسبح وتتنظف وتصلي وتذكر الله الحين الساعه 9:30 بصلي الصبح اي صلاه هذه الحين 9:30 صار المم ويهل صار ما ويهل على حليب حلم يحلم يا حبيبي يحلم شو صلاح؟ ما يكافر ما يصلي أنا ما كافر ما يصلي؟ إيه والله طيب لا بسم الله أنت طب أنت بتصلي في اليوم كم مرة؟ كم؟ صليت كم مرة في اليوم؟ مرتين صلاة إيه؟ الجمعة يوم بتصليهم إيه؟ خلاص بتصليهم الجمعة إيه؟ يوم إيه؟ العصر يوم العصر ساعة كده ثلاثة ياتي 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 صلي معي لا كافر صدق والله علي ما صليت لين الحين والله ما صليت وايد غربلت خدب هذا خدب صلاح خدب شو خدب بعد صلاح خدب خدب حدب يعني ايه حدب ولا شو بعد سالي خدب ما افهم بك صراحه حالة سالي ايه مخدب يخطب ايه يخطب شو صراحه ها شرع صلاه الجمعه ايه رشيد تعال يا السلام عليكم شو سويتوا قلنا ودي كيرم الاحمد وقف داخل شو مشكله الفم البترول فم ايه ما يمسك بترول وخلاص بس الحين ان شاء الله ودي جراج والمسابات خلص بسيارة أحمد؟ منو بيجي بالسيارة؟ والخلص بعدين أنا يجي وشيل مشان أنا شيل السيارة. ومكرهها شو فاي التحينة؟ مكرهها ويستغل زراعة قوي. وين شو قوي؟ زراعة. هي هي خسلتها كل قوي. يلا يلا. يلا. أنا أمس ها كيف؟ أمس في واحد صديق ولا أنت؟ هي. الشرق مول. ورا مال الشرق مول سكر مال هو. هي. هو سوي ويا اليوم مشان أنا. هي. يقول أنا تركت اعطاك بخشيش ولا ما اعطاك بخشيش؟ ولا ما يعطي بخشيش. اعطاه الله وجه محل البخيل. البخيل بدوتي. دوب تعطيه شيء تاه ولا ما تعطيه؟ لا تعال ان شاء الله. مره ثانيه. احنا ما بنعطيه شيء. يوم بني من دبي بيعطيه. اوكي. يلا. امس واحد ما سوى سلام. سوى سلام. ما هو اسمه انا ما اعرف ذاك الدكان. هي. شوف انا والدكان. هي. سوى سلام ما بقرب انا. واعطاك بخشيش ولا لا؟ بخيل. بخيله؟ شغل السيارة وخل صلاح رتب صلاح خل صلاح اللي يشغلها تعرف صلاح يلا يلا شغل لك ديش انا يلا عاد يلا 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 ما شاء هيوة هاي يلا بتجلس داخل ولا بتنزل ها صلاح شو بتسوي التحينة؟ بس بتجلس لو بتجلس ويانا داخل ويا عقوم علي؟ بتنزل؟ هاتي شيء يفوتك بالخراريف، يلا افتح له افتح له. يلا بيموت على الرمسات والتصوير. يلا يلا صليح. طب كان حق الطيور تشبه هذا. احنا ادمي تعال يا جداه الحين انت هذا الادمي متى الحين يا من 3 ايام ليش ما يتسوي سلام عليك وتكلم ما يسوي سلام اول هي شوف الحين هو قال وين اياك انت ما طلعت تسلم عليه لا سلم عليه حبيبي ازيك حبيبي انا بشوفك من زمان كنت جاي تمام وحين اول مايا والله صالب عمره شوي لان ليش سارح ليش الحراره حراره عوامل التعريف لا حول لا قوة آمين 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 يا صلاح ما قلنا لا قلنا خطب لا. خطب الله كريم هذا نصيبنا خطب صح العصر يقولك تعال العصر ايه بكرة لا اليوم بالليل اليوم في الليل يقول لك المغرب انت ما بيصير حبيبي بيقى الحين نحن اول شيء بنروح الجوازات بنخلص من الجوازات وبنصير بنصير خدمات الطبيه خدمات طبيه اسمها ايوه هي خدمات الطبيه لعدال المرور
مستعد؟ مستعد يا رب. ما بتصير تبدل ولا شيء؟ اوكي. لا 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 كوتش بس. يلا ما يصير مشكلة. ها صلاح وين ساير انت الحين؟ وصلنا. وين وصلنا؟ السيارة يطمن علينا. عيب صلاح باقى. مساكم الله بالخير. مثل ما قالوا الاوليين والتاليين، ولين تقوم ناقة صالح. القول هذا ماشي، انك اذا تواصل العرب العرب بتواصلك. التذكير هذا لازم ينقال في كل فرح وكل حزن، لازم تواصل العرب كلها في الافراح والاحزان على هالاساس. عزاهم امه لا اله الا الله. ما يبقى هذا وزير ولا سفير ولا شيخ ولا مليونير ولا غني ولا فقير، ابيض ولا اسود، عيال كبار ولا عيال صغار، ولا عندهم ولا ما عندهم، ابدا في الافراح والاحزان ما الله محد يوايج عليك، محد يجيك اذا انت ما تواصلهم. اذا تكون في البلاد ومتواجد وموجود الفرح ولا الحزن، وما لا تقول ما دعوني كان فرح ولا ما زقروني، حق شو يزقرونك؟ حب لازم البطاقه. ترى في وقت الافراح الناس تكون مرتبشه، شرات الاحزان. وقت الحزن تتريح حد يقولك تعال، هذا واجب. والفرح بعد نفس الشيء. ترى الفرح والحزن يجي تيربشي لادمي ما يكون في وعيه، يعني مرتبش. فلا تلوم، تجلس تلوم العرب تقول بلاهم ما عزموني ولا بلاهم ما زقروني ولا ما حد متفيج. هب قضية ما حد متفيج، ما حد يقدر يسوي كنترول على وضعتي. تراك بتسير بتدي الواجب، كان حزن ولا فرح ما بتسير. برايك لا تجلس تتشرح على العرب ياك الداعي، تراك بسير. لا تقول والله من سار بلي داعي يجلس بلي فراش. انت تعرف قدرك عند الناس اللي بتبسير لهم وكانك مرغوب فيك لو غيره. من سار بلي داعي يجلس بلي فراش، هذا ما اتوقع ان الشيء هاي يمكن الاول وله معنى وله صيت وله مناسبه. انقال هالمثل، لكن الحين اعتقد من كثره الاشغال وكثره الظروف يعني الواحد يعني يسوي خاطر للعشر الطويله هذه كلها. رابي ويا شخص ومستوي ويا، ويوم كبره وعيال، وعقب يوم وقت العرس نسوي طرشون كرت، اختبصت الدنيا. ما بتصير عرسهم يعني عقب خلاف ويلا ويا ليت اللي صار ما كان. تراك ما صرت، قالوا لك اسفين وطاح الحطب عقب، لكن شو الفائده؟ ترد تراك ما صرت خلاص. يردون يوزون الريال مره ثانيه حق جنابك تحضر خلاص. الريال ابوي عرس ودخل وياب العيال وانت عاد رضيت روحك. والعزة بعد نفس الشيء، ترى مصيبة مفارجين أخو ولا أبو ولا ولد ولا أم ولا خال ولا خالة، ففاجعتهم كبير. فلان مايوني الفلانيين أنا هبيا ينهم، ما حد يعاب الشيء بالثاني. لا لازم أبوي تجعل حق ربيعك مليون عذر وعذر. وحين بس عليكم الرمسة وإن شاء الله الحين بودي تليفوني عند الريال، قال أبوي لازم نسويه ونسوي لك الحساب مال السناب، وإن شاء الله الأمور بتتيسر. أولا ما تفترى سيرتنا دبي
قلت الله جعلنا من الحيين انا وهذا ها ها على فكره تسبح ترى وغير ونظف ونظف. احتمال كبير ان اسماعيل الزدقالي واخوي صلاح واسد الدريول وبني هالكم من يوم وبني ان شاء الله يوم الاحد بنعطن عضله ان شاء الله بي يوم الاحد لا يوم السبت المساء ويوم الاثنين بسير الدمام بجلس الاثنين من الاثنين لين يوم السبت او لين يوم الجمعه اذا الله راد الاثنين او الثلاثه بسير الدمام وبجلس لين يوم السبت اذا الله جعلنا من الحيين بسير اسلم على عماتي وعلى صدقان واخوتي وبسير زيارات عائليه وخاصه وربع وصدقان ومعارف يعني بدي الواجب قبل رمضان وبرد والدنيا مطرج اللي ما كان وصلني ولا يوصلهم بضبي ولا يوني ولا يتصلون بوصلهم لين مكانهم ابوي الدنيا راكبها محول تدي الواجب وتدي اللي يملي عليك اللي ابوي يملي عليك ضميرك والاعمال بالنيات الله سبحانه وتعالى انت ما بتسوي هذا الشيء رياء انت بتسوي هذا الشيء لوجه الله في حب الله هذا من العادات والتقاليد زياره الارحام والعزة والفرح هذا حكامنا وشيوخنا يسوون هالنمونه حكامنا والشيوخنا أولياء العهود والحكام والمشايخ والوزراء والكبار والصغار اللي عنده واللي ما عنده كلن يواصل عرفونا هذا ما حد يوايج عليه هذا عرفوا انه هو راعي النقص النقص فيه هو هذا هو بوي عويج هذا الريال ما بصاحي أكرم انه صاحي لحين يقولون عنه نفسية هذا هو بوي راعي النفسية اللي ما حد يوايج عليه الغلط فيه هو لا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما بأنفسه ربي أنا بسكت عاد الحين ما وين حولي سكتة يلا خلاص خلاص يلا نرمس عاد باكر تقول خلاص وبكمل خلاص خلاص لا انهز أنت اليوم عاد أنهل سناب يلا من غير نظارة من غير نظارة عد النظارة عد ارمي النظارة تصبح على خير.